مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع بوردو. ففي هذه اللحظات اشخاص متشردين تورطوا في السرقة ديال واحد سائق ديال طاكسي داو ليه الروسيطة وداو ليه تليفون من قلب طاكسي ديالو. فشوفوا معنا مشاهدينا شنو واقع في هذه اللحظات، لحظة تدخل ديال العناصر الأمنية من أجل معالجة الأمر والقبض على هاد الأشخاص المتشردين اللي تورطوا في السرقة ديال سائق طاكسي الدولي مسكين 250 درهم، وعلى حسب ما سمعنا من عند بعض الأشخاص الدولي حتى الهاتف ديالو. فشوفوا معنا شنو وقع لحظة تدخل ديال فرقة الدراجين بمنطقة أونفا، مشكورين على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها وكذلك الدائرة الأمنية التابعة لهذه المنطقة هذه. فشكرا على المجهودات المبذولة من طرفهم. داو ليه مسكين الروسيطة ديالو 250 درهم، وداو ليه الهاتف النقال ديالو على حساب ما سمعنا. فشوفوا معنا شنو واقع مشاهدينا في هذه اللحظات نايضة ديال بصح، لحظة تدخل ديال العناصر الأمنية بمنطقة أونفا، مشكورون على المجهودات المبذولة من طرفهم في إطار الأمن والسلامة ديال المواطنين المغاربة. سائق ديال الطاكسي تشفر من الطاكسي ديالو بسبب متشردين، داو ليه 250 درهم وعلى حساب ما سمعت انا داو ليه حتى تليفون. فشكرا لهاد الرجال هادو على المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل سلامة وامان المواطنين المغاربة. فغادي نواكبوا مع مدينة الدار البيضاء، غنمشيو مع السائق ديال الطاكسي نشوفوا الاجراءات اللي غادي يدير. فالعناصر الأمنية تدخلوا على وجه السرعة، جاوا لعين المكان، وللأسف كنتأسفوا على هادشي اللي كيوقع. واحد السيدة جات عطات المول الطاكسي 50 درهم، قالت ليه هاك 50 درهم يعوضك الله طلق هاد الدراري، هاد الدراري داو ليه 250 درهم والسيدة عطاتو 50 درهم. هاد السيدة كتشجع على السرقة. فالقانون كاين في البلاد، حنا ماشي في غابة، ماشي سايبة البلاد. فكنتمناو على أن هاد الأشخاص اللي تورطوا في هاد العملية السرقة يتم الردع ديالهم ويتم الإيقاف ديالهم من طرف العناصر الأمنية. شوفوا معنا فرقة الدراجين بمنطقة أونفا كيقوموا بواحد المجهودات خرافية وجبارة من أجل إيقاف هاد الأشخاص هادو، تقريبا كلهم قاصرين تورطوا في السرقة ديال سائق الطاكسي الدولي مسكين الروسيطة ديالو، خدام عليها كيجمع باش يعطي المول الطاكسي، وللأسف داو ليه 250 درهم. كنتأسفوا على هادشي اللي وقع. واحد السيدة اللي كتشجع على السرقة جات عطات لهاد السيد عطاتو 50 درهم، قالت ليه هاك 50 درهم وطلقهم. كاين قانون في البلاد، الدول دابا داو ليه 250 درهم غدي يديو شي واحد آخر شي حاجة أخرى، وفي الآخر غتبقاو تقولوا ما كاينش الأمن ما كاينش. فشكرا لهاد الرجال هادو فرقة الدراجين بمنطقة أونفا، شكرا لهم على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها من أجل إيقاف هاد الأشخاص هادو. هما متشردين الله يحسنهم العوان، ولكن السرقة ماشي هي الحل، السرقة ماشي هي الحل. شكرا للعناصر الدراجين بمنطقة أونفا كيقوموا بواحد المجهود خرافي، يعني مجرد ربط الاتصال بهم من طرف الساكنة والمواطنين جاو على وجه السرعة لعين المكان ومشاو باش يوقفوا هاد الأشخاص اللي تورطوا في هاد العملية السرقة. مول الطاكسي ربي يخلف والله يدير ليه شي تاويل ديال الخير. فغادي يمشي باش يدير الإجراءات القانونية ديالو، الله يعوضو خير يا رب. ففرقة الدراجين جات على وجه السرعة، سيارة النجدة حتى هي جات، مشاو باش يوقفوا هاد الأشخاص اللي تورطوا في السرقة ديال هاد الشخص هذا مسكين الله يحسن ليه العوان. راجل كبير خدام في طاكسي 250 درهم جمعها، كيجمع الروسيطة ديالو، داوها ليه هاد الناس هادو الله يحسن العوان، ونتمنوا على أنهم يتعتقلوا في أقرب وقت، كنتمنوا على أنهم يتعتقلوا في أقرب وقت. شكرا مرة أخرى لرجال الأمن بمنطقة أونفا، يعني جاوا على وجه السرعة وتفاعلوا بسرعة وبجدية مع الاتصالات ديال الناس. شكرا لهم، شكرا على المجهودات الخرافية اللي كيقوموا بها. غنوصلوا على نهاية هذا البث المباشر، وميساج آخر للناس اللي كيشجعوا على السرقة، شدوا شي شفار خليه هنا الجزاء ديالو، خليه هنا الجزاء ديالو، ما تخدموش العاطفة. كنتي غتخدم العاطفة هي دخلوا تهلا فيه
وقلب ليه فين يخدم. الشفر خصو ينال العقاب، كنتي غتعوض داك السيد تعطيه الفلوس ديالو ويدير المتابعه ديالو مرحبا، اما كنتي غادي تعطيه الفلوس وتقول لي صافي طلقهم، راه اليوم شفروا الطاكسي غدا يدخلوا عندك الدار يشفروك. شوفوا معايا فرقه الدراجين مشكورون على المجهودات البركه قاموا بها، فغنوصلوا على نهايه هذا المباشر، نلقاكم بس اخر ان شاء الله، تبقوا على